مراسي ميشا خليل. مرسانا الموسيقى اليوم يجمع بين الموسيقى التقليدية الفولكلورية وبين الموسيقى المعاصرة، وما هو ملفت للاهتمام هو الآلة الجامعة بين الماضي والحاضر، وهي آلة تقليدية فولكلورية عراقية قديمة، آلة الجوزة. نتعرف اليوم على باسم هوار الذي يعزف على هذه الآلة ويهتم ويبحث في موسيقى الشعوب، ويقوم بمشروع لتدوين نوتات الموسيقى الشرقية المرتجلة يحمل عنوان تدوين. جديد الموسيقى. الموسيقي باسم هوار، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا صديقتي. باسم هوار، عندك مسار فني مثير للاهتمام، وحتى الآلة التي تعزف عليها آلة غير مألوفة لفتت نظري، وهي آلة الجوزة. أنت غزير العطاء على عدة مستويات، منها مستوى التدريس والعزف والتلحين والبحث العلمي أيضا، والملفت للنظر هو أنك كنت تريد أن تصبح فنانا تشكيليا في البداية، يعني قبل أن تتحول إلى الموسيقى. فأخبرنا كيف ذهب بك الحظ أو ذهبت بك الصدفة إلى مجال الموسيقى. صراحة هي كانت هاي صدفة سعيدة، بأنه ردت أدرس الرسم بالبداية، وأنا ما زلت أرسم حقيقة، لكنه أعتبرها هواية. لكنه عندما دخلت الموسيقى، لأنه ما سمحت للظروف بأنه أدخل مجال الرسم، فدخلت الموسيقى كي بعد ذلك أكمل دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم. يعني كنت مصر أن أدرس الرسم، لكنه أصبحت من خلال الموسيقى. بعدين من دخلت معهد الدراسات الموسيقية، كملت الدراسات الموسيقية، وبعدين أكملت دراستي العليا في كلية الفنون الجميلة. وكنت في البداية مثل ما ذكرت أرغب بأنه أكمل دراسة الرسم، لكنه الموسيقى منعتني عن ذلك، فشفت عالم آخر جديد، يعني عالم مليء بالألوان، وهو عالم الموسيقى. فأكملت الموسيقى وأصبح الرسم مجرد هواية. على كل حال، أنت قادم من عائلة فنية، يعني متخصصة في فنون الرسم. نعم. وإضافة إلى ذلك درست آلة الجوزة التي سنتحدث عنها بإسهاب اليوم. درست هذه الآلة، العزف على هذه الآلة، لمدة 6 سنوات، ومن ثم تخصصت بآلة الكمان. لماذا هذه الآلة، آلة الجوزة، قبل أن نتحدث عنها وعن شكلها وعن دورها في المقام العراقي، يعني في الموسيقى العراقية؟ كان تصنيف الآلات للطلبة يعني على طريق الشكل، شكل هيئة الشخص، أي آلة تناسب أكثر، وخاصة الأصابع. نحف جسمي وأصابع الرفيعة كانت ممتازة لآلة الجوزة، هاي كل ما هنالك. فبس نعم. حبيت الآلة صراحة، لأنه هاي آلة متميزة وعازفيها جدا قلال، فأكملت دراستي بيها. هذه الآلة كما يقال عنها، وإذا كانت معلوماتي صحيحة، هي من أقدم الآلات الموسيقية في العراق. لماذا هي مهمة جدا في الموسيقى العراقية؟ لربما هي آلة قد تكون قديمة، قديمة جدا. الآلات السومرية يعني تقريبا 3000 إلى حتى 7000 سنة، اسمها الكمانة. فإذا نرجع على اسم كمان أو كمانة، بعدين سميت بالجوزة لأنه صنعت من قشرة جوز الهند. إذا رجعنا إلى هذا المصطلح الكمان أو الكمانة، فمعناها باللغة الآرامية القوس، وهي الكفان. فجاءت التسمية من كفان، اللي هي القوس، الآلة القوسية. والآلات القوسية الموجودة، يعني حتى كان شكل العود الرفيع لربما استخدموه في القوس، فأصبحت هذه الآلة موجودة اللي تستخدم بالقوس والصوت الطويل. فهي كل الأحوال الآلة يعني من أنواع
الآلات القوسية ذات الصوت الطويل. آلة وترية طبعا، مثل آلة الكمان، مثل آلة العود، مع يعني الاختلاف في الشكل، ولها صوت يعني خاص بها، تستخدم كما قرأت عنها، يعني عليها يعزف المقام العراقي الكلاسيكي. هل نعم. هذا صحيح؟ نعم بالفعل، في بغداد وكركوك وشمال العراق، طبعا بالإضافة إلى البلدان الشرقية مثل إيران، أجزاء من تركيا، أذربيجان، أوزباكستان، موجود فيها المقام، مسألة المقام. والمقام هذا يعني عالم كبير جدا، يعود إلى أكثر من 1000 سنة، لكنه ذروته كانت في تقريبا العصر العباسي. ذكرت إيران، وهناك قصة صغيرة أحببتها عندما كنت تقول بأنه كنت تذهب أحيانا إلى الحدود الإيرانية للاستماع إلى الإذاعات الإيرانية، الاستماع إلى الموسيقى الإيرانية والتعمق فيها. كذلك موسيقيون من إيران كانوا يأتون إلى الحدود العراقية لسماع الموسيقى العراقية، وأنت يعني التقيت بموسيقيين كانوا يقومون بذلك في ألمانيا. عندما قدمت للعيش في ألمانيا كان ذلك في عام 2000، وهذا الأمر كان مثيرا للاهتمام بالنسبة لك، كيف أن الموسيقيين في هذه البلدان الحدودية كانوا يستمعون إلى بعضهم البعض عبر الإذاعات على الحدود. أحببت جدا هذه القصة. هاي مسألة يعني جميلة جدا، وأنا التقيت بهؤلاء الموسيقيون يعني اللي هم بالضبط كانوا يعني نفس حياتي، بأنه أنا من الجنوب، فأحيانا أذهب إلى الجنوب في مدينة الشطرة، فكان الراديو يسحب الإذاعة الإيرانية، يعني مجرد صدفة. فكل الأحوال الموسيقي يحب الاطلاع والكشف عن كثير من أنواع الموسيقى، فكانت الموسيقى الإيرانية موجودة في الراديوهات. بنفس الوقت كانوا زملاء اللي هم أعز أصدقائي هنا في ألمانيا، عندهم نفس المسألة، بأنه يريدون يدرسون ويشوفون شنو مسألة المقام العراقي وشنو اختلافه عن المقام الإيراني، مسألة في غاية الأهمية. فاكتشفناها سو، والحمد لله بأنه نناقش الأمور ونناقش المواضيع. أحيانا نكتشف بأنه المقامات مختلفة لكنه نفس الاسم، وأحيانا متطابق الاسم مع نفس المقام بالنسبة للعراقي أو الإيراني. مسألة في غاية الأهمية وكبيرة، كبيرة جدا، ويطول الحديث عنها. يعني هو هذا البحث اللي أنا صار تقريبا 7 سنوات أعمل عليه. أود أن أتوقف عند هذا البحث. يعني أنت باحث موسيقي في المجال العملي لموسيقى الشعوب، يعني موسيقى الشعوب مهمة جدا لأنه تعرفنا على ثقافات جديدة، على أنماط موسيقية متعددة، وهي غنية، يعني هناك غنى إنساني إلى جانب الغنى الموسيقي، وأنت تهتم بهذا الشق، شق موسيقى الشعوب. ولعل آلة الجوز العراقية هي من صميم هذه الموسيقى، موسيقى بالفعل الشعوب. بالفعل، لأنه هذه الآلة موجودة عند جميع هذه البلدان اللي ذكرتها اللي تختص في المقام، يعني ما موجودة عند البلدان، في البلدان العربية، فقط في مصر، وهي آلة شعبية اللي هي الرباب، قريبة جدا، لأنه مصر بلد حضارة، والعراق فقط في هذه البلدان موجودة آلة الكمانة أو الجوزة أو الكمنجة. مسألة البحث في آثار الموسيقى هي مسألة جدا مهمة، وإذا إحنا ما سويناها اللي إحنا جايين من هذا البلد واللي درسنا هذه الآثار، من ممكن أن يعمل هذا الشيء؟ فهي مسؤولية كبيرة جدا، كيف نكشف عن هذه الآلات ونزيل التراب عنها. قد يكون هذا الأمر يعني راح يستحسن البعض، وقد يكون غير مرغوب من آخرين، بس العلم علم، والكشف عن هذه الأشياء في غاية الأهمية مثل ما أنا أشوفها.
أذكر بأنك موسيقي عراقي، أنت مؤلف أيضا وكما ذكرت باحث موسيقي، وحصلت على جائزة أفضل موسيقي في مجال موسيقى الشعوب في ألمانيا، كان ذلك في عام 2020. يعني هذا البحث كما تقول دراسة الموسيقى أيضا والتعمق في الموسيقى من خلال ثقافات الشعوب دفع بك أيضا إلى مزج الموسيقى العربية مع أنواع موسيقية أخرى مختلفة، منها الموسيقى الصوفية، الموسيقى الكلاسيكية، حتى موسيقى العصور الوسطى والباروك والجاز. نعم، كل شيء مرتبط ببعض، يعني عالم الموسيقى عالم صغير جدا والثقافات متداخلة في بعضها، حتى الحضارات الموسيقية متداخلة في بعضها، الكل يأخذ من الباقين ويعطي للباقين وهكذا، تبادل حضاري، تبادل ثقافي، تبادل فني نقدر نقول. التأثر يعني بلشت بكتابة المقام العراقي، هاي مسألة مرتبطة في موسيقى العصور الوسطى هنا في أوروبا، لأنه من خلال استخدامي أو تعاملي مع موسيقى العصور الوسطى اكتشفت بأنه هناك الكثير من الألحان والإيقاعات وحتى المقامات المسمى بالمودوس. مودوس يعني إذا نجي تحليل كلمة المودوس هي مقام، لم تكن هنالك سلالم مثل ما موجود في الموسيقى الحديثة والموسيقى، يعني حتى بداية من موسيقى الباروك يعني اكتشفت مسألة السلالم وتعديل السلالم وهكذا. وتأثرنا احنا طبعا فيما بعد بالموسيقى الرنسانس والباروك والكلاسيك إلى يومنا هذا، قصدي الموسيقى الشرقية تأثرت في ذلك، لكنه احنا نسينا ما قبل ذلك، حضارة وادي الرافدين الموسيقية الفنية، ليس فقط الموسيقى الفنية الكبرى، حتى في مجال الإعمار، في مجال الألوان، في مجال الأدب، هذا كله موجود كان في العصر العباسي ومؤثر على الثقافة الأوروبية آنذاك. مثل ما تعرفين يعني العلم يجون طلب الأوروبيين حتى يدرسون، طبعا زادنا هذا الشيء يعني في العصر الأندلس عندما انتقلت الحضارة العربية إلى العصر الأندلس وانفتحت أول المدارس الموسيقية هناك. بالنسبة للآلات الموسيقية والثقافة الموسيقية وعالم الارتجال، لأنه ما ننسى بأنه موسيقانا الشرقية هي موسيقى ارتجال والمقام هو موسيقى ارتجال، مسألة الارتجال، لكنه كيف نقدر
ندون هذا الشيء. احنا توقفنا في العصر الأندلسي، الحضارة العربية أو الشرقية أقدر أقول توقفت في العصر الأندلسي وللأسف لم تدون. كل ما هنالك أنا رجعت إلى ذلك العصر، العصر الأندلسي، كانت البداية من هناك، وما هو نوع النوتات الموسيقية التي كانت هناك. فاكتشفت هذا الاكتشاف، طبعا نقدر نقول الحاجة أم الاختراع، لأنه أنا في حاجة إلى تدريس هذا النوع من الموسيقى، الموسيقى الشرقية المرتجلة، للكشف عن تفاصيلها ونظرياتها الموسيقية. واكتشفت عوالم يعني عجيبة غريبة، وهاي كلها لم تكتب. المواد اللي عندنا في الشرق كنوز رائعة جدا ويجب تدوينها. بالمناسبة أنا ما أقدر وحدي أن أعمل كل هذه الأشياء، أنا الآن بحاجة إلى طلبة لإكمال هذا الشيء معي، وطلبتي تقريبا أقدر أقول في هنا في ألمانيا 8 طلاب مختصين في هذا المجال، وراح نعمل ونعمل ونعمل على كشف هذه الأسرار. طبعا أنت تتحدث عن نمطية جديدة أوجدتها وأسميتها تدوين، يعني نعم. مشروع، وكأنه مشروع يساهم في تدوين هذه الموسيقى الشرقية المرتجلة التي تتحدث عنها. نعم، كل ما هنالك هي جمع نوتات من فترة العصور الوسطى الأوروبية تقريبا إلى 1000 سنة، ذلك الوقت كان العصر العباسي، إلى يومنا هذا، بإضافة علامات عربية شرقية عليها. هاي يعني اكتشفتها، لأنه هناك علامات ما ممكن كتابتها، فحاولت أن أخترعها أقدر أقول، وسميتها تدوين. وتدوين يعني هي مجرد كتابة، كما هو النوتة مجرد كتابة، نفس الاسم لكنه عربي. وهذا يعني مشروع فعلا واعد ومهم جدا، يعني كما ذكرت نحن بحاجة إلى تدوين إبداعاتنا الموسيقية وغير الموسيقية أيضا، وهذا المشروع برأيي مشروع مهم جدا. أود أن أتوقف معك أيضا باسم هوار، أذكر بأنك موسيقي، أنت مؤلف وباحث أيضا في الموسيقى. أود أن أتوقف عند مشروع آخر أنت يعني تعمل عليه، ربما انتهى أم لا، وهو مشروع الرحم الأول، وهو عمل أوبرالي مهم جدا أيضا. نعم نعم بالفعل، هذا يجمع الأديان ومسألة حرية الإنسان، بدءا من حرية المرأة ووصلنا إلى حرية الإنسان بنفس الوقت والطبيعة، يعني اجتمعت أمور كثيرة في هذه المسألة. كيف هي الطبيعة؟ من هو الإله الأول؟ هناك في أديان كثيرة قبل الأديان الثلاث كانت تمزج، أو نقدر نقول فيها مسألة التعامل مع الطبيعة والإنسان، وصولا إلى الأديان الثلاث التي لها إله واحد. من هو الإله؟ فوصلنا إلى مسألة الرحم الأول، اللي هي مسألة في غاية الأهمية، موجود يعني مثلا نقدر نقول الرحم، من أين جاءت هذه الكلمة؟ الرحم، الرحمة، الرحيم، هو الإله، هذا كل ما في الأمر. عندما يتوفى الشخص يقولون إلى رحمة الله، وهذه الكلمات موجودة قبل الإسلام، وهذه الكلمات موجودة ومتفق عليها في جميع اللغات، سواء الآرامية والعبرية وحتى يعني العربية في نفس الوقت. وهذا العمل، يعني هذا المشروع، تتحدث فيه أيضا عن تساؤلات معينة عن الرجل والمرأة، عن الصراع القائم بين قوة الرجل ويقابلها حب المرأة. هناك أيضا تساؤلات عن الحياة، يعني عمل تعود فيه إلى نوع من وجدان، إلى نوع من شاعرية، إلى نوع أيضا من تساؤلات وجودية تخص الإنسانية بأكملها. بالفعل هناك يعني هذه المأساة اللي تقول من هو الأقوى، المرأة والرجل، ومن هو الأهم، المرأة والرجل. إحنا ابتعدنا تماما عن هذا الشيء، الكل يكمل بعضه البعض.
الرجل والمرأة لولا وجودهم لما كانت الخليقة، لما كنا نحن. قوة الرجل في غاية الأهمية، حنان الأم وحب المرأة في غاية الأهمية، هذا كل ما هنالك. هي مسألة إنسانية، يعني ما أقدر أقول عليها أكثر، يعني مسألة في غاية الجمال والوجدانية، فكيف نتعامل معها موسيقيا؟ العمل انتهى ومسجل وتم العمل عليه، ونحن الآن نعمل حفلاتنا على هذا المشروع، وقريبا عندنا حفلة في جنوب فرنسا. العمل انتهى وهنالك أعمال أخرى في هذا المجال. احنا دائما ناخذ الأفكار، يعني حقوق المرأة، وخاصة اللي صار في إيران، يعني هاي كانت صدفة، لأنه هذا المشروع كان قبل أن تحدث أحداث إيران وحرية المرأة، لكنه جاء في نفس الفترة. وهنالك الآن أعمال جديدة تخص الطبيعة، طبيعتنا ومناخنا. وهل آلة الجوزة موجودة في هذا العمل الأوبرالي باسم؟ نعم بالتأكيد، آلاتنا الشرقية جميعا موجودة، لأنه فرقة نوروز إنسامبل، جماعة نوروز، هي من عازفين على مختلف البلدان الشرقية مثل إيران والعراق وأحيانا تركيا وأحيانا سوريا، يعزفون على آلات في غاية القدم، يعني تقريبا تعود إلى 3 إلى 5 آلاف سنة، آلاتنا الموسيقية الصنطور والناي والجوزة، لأنه إحنا هنا في أوروبا نمثل الشرق. مسألة بأنه عازف شرقي أو رجل شرقي مع نساء أوروبيات يعملون معا في مزج الموسيقى الأوروبية مع الشرقية، يعني كأشخاص شرقيون وأوروبيون، هذا في غاية الأهمية، بالإضافة إلى آلاتنا الموسيقية. وهذا ملفت للنظر باسم هوار، في مسيرتك وفي مسارك الفني، كيف استطعت أن تجعل من هذه الآلة القديمة الفولكلورية العراقية القديمة، وهي آلة الجوزة، آلة تدخل اليوم في صميم الموسيقى المعاصرة وتنسجم مع هذه الموسيقى المعاصرة؟ جاء هذا كله من الحب والإصرار صراحة، لأنه هذه الآلات آلات أصيلة تعود إلى حضارات في غاية الرقي والتطور، وهذه الآلات موجودة إلى يومنا هذا، فلازم نطلعها. طبعا الإسناد في ألمانيا هنا كبير جدا لهذا الاختصاص للأصل، ما هي هذه الآلات، ما هي أصل الحضارات، لأنه إحنا من خلال آلاتنا الموسيقية ونوع موسيقانا نكشف هذه الحضارات ونعطي ألوانها. يعني عندما تعزف الجوزة أو يعزف الناي، نرى الأنهر ونرى الصحراء ونرى القصص الأسطورية، هذا في غاية الجمال والأهمية هنا في أوروبا. للأسف إحنا هملناها في عالمنا الشرقي، لكن هناك أمل، لأنه من خلال عملنا اليوم في أوروبا الناس جاي يشوف في عالمنا العربي كيف نعمل، وأصبح الإقبال إلى هذه الآلات أكثر مما كان عليه في الفترة السابقة اللي تعود تقريبا إلى 20 أو 30 سنة. ذكرت الأمل باسم هوار، والأمل هو هذا المحرك الذي تقوم عليه الإنسانية للتقدم والإبداع والاستمرارية لها ولإبداعاتها، وأنا أتمنى لك كل التوفيق في إبداعاتك أنت الشخصية من خلال بحوثك في عالم الموسيقى ومن خلال طبعا مؤلفاتك، وأتمنى كل التوفيق لهذا العمل الأوبرالي الذي أتمنى أن يصل إلينا كي نستطيع أن نشاهده وأن نسمعه أيضا على المسرح. شكرا لمشاركتك معنا اليوم. شكرا، شرفت بكم، وإن شاء الله نلتقي يوما ما في عمل موسيقي على المسرح. شكرا جزيلا. بمقطع من العمل الأوبرالي الرحم الأول للموسيقي باسم هوار ننهي رحلة اليوم من برنامج مراسي، أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين كونوا بخير، إلى اللقاء.
امسحي دمع عينيك والدمع عن ساعديك. أريدك أنت، أريدك أن تنهضي، تنفضي عنك رائحة الموت. أن تركضي تركضي تركضي، تقفزي فوق ظلك، ترقص فراشة حولك، ولا ترتضي الطوق والشوك تاجاً.